النظام السوري يخرق هدنة الغوطة الشرقية ويستخدم غاز الكلور، فهل ستتمكن روسيا من كبح جماحه؟ إنهاء الاستعدادات لمعركة تل عفر وسط انهيار أفراد داعش، فما هي مؤشرات الهزيمة حتى الآن؟ وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار لست هدفاً، كيف سيتحد العالم من أجل حماية عمال الإغاثة؟ طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو الآن، يأتيكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي، وهذه أبرز عناويننا. سير داعش رتلا عسكريا وجاب به شوارع مدينة الباب في عام 2014، وبذات الطريقة بعد 3 أعوام رد ناشطو المدينة بتسيير حافلات تقل أطفالا يرتدون ملابس الأطباء والمهندسين وغيرهم في رسالة سلام وحياة للعالم. قام شباب تسقيط الباب باستعراض طفولي لأبناء مدينة الباب الحقيقيين، ما هو أشخاص مجهولي الهوية وغير ملثمين، فيهم الطبيب والمهندس واللي حاب يكون دفاع مدني في لما يكبر، برد على استعراض العسكري تبع تنظيم داعش اللي عمله بال 2014. الفرق بين اليوم وبين 2014 هو اليوم كانت طوعية، 2014 كانت إرهابية بكلمة أي كلمة من معنى. مشروع طفولي ناجح الحمد لله في مدينة الباب. نفس الشيء حبينا نوصل رسالة للعالم أنه السواد إن شاء الله زال من هالمدينة. عائلة النحايسي تقاوم من أجل إحياء صناعة النحاس في سوق القزداء الذي يقع وسط مدينة طرابلس الليبية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها هذه الأسر وكل الحرفيين العاملين في هذه الحرفة. حتى لعائلة النحايسي أو أي عائلة موجودة في السوق هذا يقول لك غير نشاطها في جهة أخرى، أو للأسف الشديد احنا قلناها قبل، احنا نبغى نستمر ونبغى نورث المهنة هذه لأبنائنا والأجيال القادمة، لكن للأسف نطرق في الأبواب ونسمعوش في أي جواب. نعاني طبعا من مشاكل أخرى اللي هي عدم الاستقرار الحرفي داخل السوق بسبب دخول حرف أخرى، أو مش حرف احنا نقول نشاطات، جهات الاختصاص اللي موجودة في الدولة ما هيش مهتمة بهالحرفة هذه بالدرجة الأولى من خوف من انعدامها. أما مشاهدين عن آخر التطورات العربية والعالمية، تنطلق غدا في العاصمة السعودية الرياض أولى جلسات الحوار بين أطياف المعارضة السورية بمشاركة مجموعتي القاهرة وموسكو المعارضتين. وتسعى الهيئة العليا للمفاوضات لتشكيل وفد موحد إلى مباحثات جنيف على ضوء دعوات أممية، فيما أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة محمد صبرة في تغريدة له على موقع تويتر أن الاجتماع لن يخرج عن ثوابت الثورة، مطالبة مجموعتي موسكو والقاهرة بالاعتراف بها قبل الحديث عن توحيد المعارضة التي تستمد شرعيتها من التزامها بمطالب السوريين وفق قوله. تمكن الجيش الحر من أسر 31 فردا من قوات النظام والميليشيات الموالية له في بادية السويداء ضمن عمليات رد الكرامة. وكان جيش أحرار العشائر التابع للجيش السوري الحر أعلن إطلاقه سلسلة عمليات رد الكرامة في بادية السويداء بالقرب من الحدود السورية الأردنية، بهدف استعادة السيطرة على عدة نقاط كان قد خسرها لصالح قوات النظام. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني إحراز تقدم على الأرض في عملية فجر الجرود البرية ضد داعش في تلال رأس بعلبك شرقي لبنان. وسيطر الجيش على تلال استراتيجية في تلال القاع، كما تقدم باتجاه السيطرة على تلال أخرى في منطقة تلال رأس بعلبك. انطلقت عملية فجر الجرود اليوم بعد قصف مكثف بالمدفعية خلال الليل. في العراق، قتل 7 أفراد من تنظيم داعش الإرهابي في قصف جوي خلال عبورهم من مدينة القائم غرب العراق إلى سوريا. وأكد مصدر أمني في محافظة الأنبار أن طائرات قوات التحالف الدولي قصفت عددا من أفراد داعش خلال محاولتهم العبور من القائم غرب مدينة الرمادي إلى سوريا. أعلن وزير الداخلية الإسباني أن الخلية المكونة من 12 شخصا على الأقل التي وقفت وراء اعتدائي برشلونة وكامبرلس تم تفكيكها، في حين ما تزال الشرطة تبحث عن رجل يدعى يونس أبو يعقوب، وأن أفراد المجموعة المشتبه بهم هم 4 تحتجزهم الشرطة،
و5 قتلوا في كامبليس و3 تم التعرف عليهم. أعلن تنظيم داعش تبنيه لحدث الطعن في مدينة سورغوت في سيبيريا الذي كانت روسيا استبعدت احتمالية أن يكون إرهابيا. وقتلت الشرطة الروسية يوم السبت شخصا بالرصاص في مدينة سورغوت في سيبيريا بعدما هاجم عددا من الناس بسكين وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح. وقالت السلطات إن منفذ عملية الطعن مختل عقليا وهو ما يبعد فرضية وقوع هجوم إرهابي. بعد نصف ساعة من سريان هدنة شرق دمشق النظام يقصف جوبر وحمورية، فكيف يمكن ضمان التزام الأسد بالهدن في كل سوريا؟ نتابع ذلك بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. صعدت قوات النظام السوري قصفها على حي جوبر وعين ترمة خلال الساعات الماضية بعدد من صواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى سقوط 5 قذائف مدفعية إحداها تحوي غاز الكلور السام وسط حي جوبر، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. التطورات الميدانية في التقرير التالي. بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، قرر النظام السوري أن يخرق الاتفاق مجددا بعد أن صعدت قواته من قصفها على حي جوبر وعين ترمة خلال الساعات الماضية. فعلى الرغم من أنه كان من المرتقب أن يجري تطبيق الهدنة عند الساعة 9 من ليل الجمعة بين كل من قوات النظام والمعارضة السورية بضمانة روسية، إلا أن المنطقة شهدت تصعيدا من قبل قوات الأسد بعد موعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث رصد نشطاء استهداف قوات النظام بعدد من صواريخ أرض-أرض أماكن في المنطقة الواصلة ما بين جوبر وعين ترمة، بالإضافة إلى سقوط 5 قذائف مدفعية إحداها تحوي غاز الكلور السام وسط حي جوبر، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم حالة اختناق. وترافق هذا التصعيد مع اشتباكات متقطعة بين فيلق الرحمن من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور المناشر في حي جوبر. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن توصلها لاتفاق تهدئة مع فصيل فيلق الرحمن المعارض في غوطة دمشق، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية، كما نص الاتفاق على فك الحصار عن مناطق الغوطة على أساس حفظ مستحقات العملية السياسية. ومعنا مشاهدين عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى العريضي مستشار في الهيئة العليا للمفاوضات من إسطنبول. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا بعد نصف ساعة فقط من بدء سريان الهدنة تم تسجيل خروقات من قبل قوات النظام، إذا كان النظام غير ملتزم بهذه الهدنة كعادته، كيف لروسيا أن تضمن الاتفاقيات التي تبرمها مع النظام؟ معارضة هل تسمعني دكتور؟ يبدو أن الصوت لا يصل إلى الدكتور يحيى العريضي مستشار في الهيئة العليا. سنعاود الاتصال بك دكتور إذا بعد تحسين الصوت. على العموم مستمرون معكم مشاهدينا. أبو فاروق التركي أحد أبرز قيادات داعش ومسؤول تدريب في معسكرات تابعة لداعش، كان يسكن وأسرته في مدينة الطبقة في ريف الرقة. نجح ناشطون سوريون في التقاط صور حصرية لأبي فاروق قبيل تحرير مدينة الطبقة. التفاصيل مع الزميل يمان شواف. أبو فاروق التركي من أبرز قيادات تنظيم داعش، تركي من ولاية أضنة، عمره 25 عام، مبايع لتنظيم داعش منذ 2 سنين، متزوج من امرأة تركية لديه منها طفل، كان يقيم داخل مدينة الطبقة. قدم إليها من مدينة السخنة حيث كان يعمل هناك في معسكر للتدريب تابع لتنظيم داعش. يعمل أبو فاروق أيضا في كتيبة الدفاع الجوية التابعة لتنظيم داعش، ويعمل على سلاح و23، طبعا هذا سلاح مضاد للطيران يستخدمه التنظيم. وقام هذا الشخص بتدريب أفراد داعش في إحدى المعسكرات بريف مدينة الرقة على هذا السلاح. كان كثير الحركة والتنقل بين مدينة الطبقة والرقة، له علاقات قوية مع شخصيات من جنسيات أخرى بسبب عمله كمدرب في معسكرات التنظيم.
كان يسكن في منطقة الحي الثالث هو وزوجته وطفله في طبعا في الطبقة قبل تحريرها، وكان يتردد كثيرا لمقهى انترنت يدعى سما أيضا في ريف الطبقة. عبد الله الجزراوي هو سعودي الجنسية عمره حوالي 25 عاما من سكان مدينة الدمام، كان يدرس هندسة بيولوجية بحسب منشقين عن التنظيم. هذا شخص أعزب كان يقيم في سكن يضم مجموعة من الشبان التابعين لتنظيم داعش من جنسيات عربية، وهذا المسكن كان خاص بهم ولا يسمح لأشخاص من جنسيات أخرى الإقامة في هذا المنزل. طبعا هذا المنزل في الطبقة بريف الرقة. بايع التنظيم بعد أن قام أحد أقاربه بتجنيده والتحق بالمعسكرات الشرعية والعسكرية التابعة لتنظيم داعش، ثم تم فرزه إلى جبهات القتال في مدينة دير الزور، وهنالك تعرض لإصابة. بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى مدينة الطبقة، بقي فيها وبدأ يعمل في جهاز الحسبة. طبعا هذه الأسماء تم توثيقها من قبل مجموعة من الناشطين السوريين كانوا يعملون بشكل سري في المناطق الخاضعة لاحتلال داعش. قام هؤلاء بنشر مقاطع فيديو سرية والتي تم من خلالها الكشف عن وجوه أبرز أفراد وقيادات التنظيم واختفاء معظمهم طبعا، مع تواصل خسارات التنظيم لقياداته ومناطقه. نعود مشاهدين إلى موضوع خروقات النظام السوري للهدن في سوريا. لينضم إلينا مجددا عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى العريضي، مستشار في الهيئة العليا للمفاوضات من إسطنبول. دكتور أحييك من جديد. إذا كنت قد سألتك بعد نصف ساعة من سريان الهدنة، النظام السوري يخرق الهدنة كعادته. السؤال هنا، إذا كان النظام غير ملتزم كعادته، كيف لروسيا أن تضمن الاتفاقيات مع المعارضة؟ السؤال حقيقة برسم موسكو. موسكو هي المسؤولة عن النظام، هي التي قالت وفعليا هي المسؤولة عن استمراره. المسؤولون الروس أكثر من مرة قالوا بأنه لولا روسيا لكان النظام قد سقط، وشأنهم شأن كثيرين يقولون أنه لولاهم لكان النظام قد سقط. الآن الكرة في ملعب موسكو لتتصرف، والنظام ليس وحيدا بخرق هذه الهدن، لأن له مصلحة مهمة جدا في استمرار ذلك التوتر لأنه يعيش عليه. الجهة الأخرى التي لها مصلحة في خرق هذه المناطق أو تخفيض التوتر أو مناطق التهدئة، خرق هذه الهدن، إيران، لسبب أساسي هو أن إيران لم يكتمل مشروعها بعد، وتعرف تماما أنها حيدت من تلك الاتفاقات التي حدثت في الجنوب وفي الريف الحمصي وفي الغوطة إلى آخره، مسعى أساسي لتحييد إيران، وليس لها مصلحة بذلك، فعليها أن تخترق وتخرق كل هذه الهدن التي تتم. وإذا المسألة برسم السؤال برسم موسكو بين يديها، فهي إما أن تتصرف استراتيجيا تجاه هذا الموضوع أو تستمر بتكتيكاتها، لأنها تعرف تماما أنها وصلت الآن، موسكو وصلت الآن إلى حالة من التخبط الفعلي، فهي في سوريا لا تعرف من ترضي، هل ترضي الولايات المتحدة التي تطلب منها وتقول لها بأنها فشلت بمقاربة الملف السوري، هل ترضي إسرائيل، هل ترضي إيران التي أيضا تبتزها من نظام. هناك تسريبات بأن روسيا تسعى إلى تثبيت 5 مناطق لخفض التصعيد، كيف لها أن تقترح ذلك والنظام السوري لم يلتزم لا في ريف حمص ولا في ريف دمشق؟ السؤال مرة أخرى يجب أن يوجه لها، وهي نحن نعرف تماما بأن النظام لا يستطيع أن يتصرف بأي شيء بمسافة متر واحد دون الموافقة الروسية. إما أن تكون موسكو موافقة على هذا التصرف، أو حقيقة تكون عاجزة عن معالجة أي مسألة أو أي خرق يقوم به النظام أو إيران. وأعتقد بأن يعود كل ذلك إذا فكرنا بشكل معمق بأن روسيا حتى الآن تقارب الأمور بشكل تكتيكي وليس على الصعيد الاستراتيجي. تريد أن كما يقال بالإنجليزية to eat the pie and keep it،
أن تشتي وتصيف على سطح واحد، أن تأكل الفطيرة وتحتفظ بها، أن تنجز ما أنجزته وأن تبقي على هذا النظام المجرم الذي لا تتمكن إطلاقا من إبقائه. هي تسعى لخفض هذه، لإجراء هذه النقاط التهدئة إلى آخره لكف البلاء عن نفسها، فهي تعرف تماما أن شريكة بالأعماق بجرائم التي ارتكبت. وصحيح أنها حالت دون تجريم النظام في مجلس الأمن من خلال استخدامها للفيتو أكثر من 7 مرات، إلا أنها ستأتي اللحظة التي يقال لها أنت شريكة في تلك الجرائم. بخصوص اجتماع يوم غد في العاصمة السعودية الرياض بينكم ومنصة القاهرة وموسكو، ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ الاجتماع هو استمرارية إلى مناقشات تمت في جنيف 6 وجنيف 7 بين جهات مختلفة، بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين منصتي القاهرة وموسكو. الأمور بالنسبة للقاهرة قريبة جدا، وأما بالنسبة لمنصة موسكو أعتقد أنها بعيدة، ولهذا السبب تقول موسكو أو قالت بداية بأنها تريد أن تجتمع في جنيف، ثم قالت من حيث المبدأ نوافق لكن هناك شروط. أحد الشروط ربما تكون الإبقاء على منظومة الأسد قائمة، إذا كان هذا هو الوضع فلتصطف في جانب النظام. الأمور بين الجهتين المنصات القاهرة وموسكو والهيئة العليا للمفاوضات قريبة، وخاصة إذا كان هناك التزام بالرؤية السياسية الأساسية التي لا تستطيع أن تتنازل إطلاقا عن متطلبات شعب سوريا. نعم. الأهداف الأساسية للثورة التي لا يحق لأحد ولا يستطيع أحد أن يتنازل عنها. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى العريضي مستشار في الهيئة العليا للمفاوضات من إسطنبول. التجديد الأمني والإعدامات التي طالت الكبير والصغير من السكان فضلا عن الاستعراضات العسكرية كانت مشاهد سائدة أثناء احتلال داعش لمدينة الباب شرق حلب، ولعل أبرزها استعراض عام 2014 حيث سير داعش رتلا عسكريا وجاب به شوارع المدينة، وبذات الطريقة بعد 3 أعوام رد ناشطو مدينة الباب بتسيير حافلات تقل أطفالا يرتدون ملابس الأطباء والمهندسين وغيرهم في رسالة سلام وحياة للعالم. التقرير التالي والتفاصيل. قبل 3 أعوام وفي ذات المكان خرج تنظيم داعش باستعراض عسكري لمقاتليه الملثمين وجاب بهم شوارع مدينة الباب برسالة مباشرة تزرع الخوف بقلوب المدنيين مما هو آت. هزم داعش وبقي المكان ليصبح شاهدا على استعراض بفكرة معاكسة أبطاله أطفال يبعثون برسائل السلام إلى العالم وكل يرتدي زيا حسب حلمه. بعد تحرير مدينة الباب بفضل الجيش السوري الحر قام شباب تنسيقية الباب باستعراض طفولي لأبناء مدينة الباب الحقيقيين، ما هو أشخاص مجهولي الهوية وغير ملثمين، فيهم الطبيب والمهندس واللي حاب يكون دفاع مدني في لما يكبر، برد على استعراض العسكري تبع تنظيم داعش اللي عمله بال 2014. الفعالية نظمها ناشطون في تنسيقية مدينة الباب، وذلك احتفالا بمرور عام على هزيمة سواد داعش في المدينة، وشارك بتنظيم الاستعراض كل من الشرطة الحرة والدفاع المدني وطلاب المدارس، فضلا عن حضور شعبي حافل. أخي اللي صار اليوم تظاهرة بمعنى الكلمة، تظاهرة من كل قلوب الأطفال. الفرق بين اليوم وبين 2014 هو اليوم كانت طوعية، 2014 كانت إرهابية بكلمة أي كلمة من معنى. مشروع طفولة ناجح الحمد لله في مدينة الباب. نفس الشيء حبينا نوصل رسالة للعالم أنه السواد إن شاء الله زال من هالمدينة، والرسالة بتوقع إن شاء الله وصلت. تعد هذه الفعالية واحدة من أهم التحديات لتنظيم داعش الذي دأب خلال احتلاله الباب لقتل الأمل في صدور المدنيين من خلال الاستعراضات العسكرية والجرائم التي ارتكبها، ليقف سكان المدينة صفا واحدا في هذا المسير ولسان حالهم يقول هذه سوريا التي نريد. لأخبار الآن، همام أبو الزين، مدينة الباب، ريف حلب الشرقي. استوديو الآن مستمر مشاهدينا ونتابع فيه. الهجمات الأخيرة في أوروبا تكشف عن عودة نشاط الذئاب المنفردة الموالية لداعش خارج سوريا والعراق.
أحييكم من جديد. دفع الجيش العراقي بعشرات الآليات المدرعة والوحدات القتالية إلى مدينة تلعفر شمال غربي البلاد استعدادا لبدء معركة تحرير المدينة، في الوقت الذي يشهد فيه مسلح التنظيم الإرهابي تراجعا وتخبطا بين أفراده وافتقاده للخطة والقادة أثناء الاشتباكات، الأمر الذي أسهم في شل حركة التنظيم. التفاصيل في تقرير الزميل ماهر أبو لبدة. بعد سلسلة من الغارات على تنظيم داعش في تلعفر، بدأ الحشد البري للمعركة بوصول تعزيزات عسكرية إلى كركوك في طريقها على القضاء. وأفاد مصدر أمني في كركوك أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المحافظة مرورا بها لغرض المشاركة في عمليات استعادة قضاء تلعفر. وذكرت المعلومات أن التعزيزات العسكرية المكونة من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي معززة بأسلحة متوسطة وثقيلة مرت بكركوك تمهيدا لوصولها إلى قضاء تلعفر للمشاركة في العمليات المزمع انطلاقها لطرد تنظيم داعش. وقال قائد الشرطة الاتحادية رائد جودة في بيان إن طلائع قوات الشرطة الاتحادية في الفرقة الخامسة والثالثة وأفواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الآليات المدرعة وصلت إلى مشارف تلعفر. وأكد جودة استكمال التحضيرات اللوجستية كافة لبدء معركة استعادة تلعفر من قبضة داعش. وبعد أن تكبد التنظيم الإرهابي خسائر فادحة في الأسلحة والعتاد التي استولى عليها من مخازن الجيش العراقي، أصبح ليس لديه أي وسيلة لخوض المعارك ضد القوات المتحالفة بمعركة تلعفر، والذي يعد أول الدلائل على تخبط داعش خلال المعركة المقبلة، حيث خسر التنظيم الإرهابي في الموصل نحو 1150 مركبة مفخخة و600 دراجة نارية وأكثر من 20 زورقا نهريا وألف قطعة سلاح متنوعة وعشرات المعامل المخصصة لتصنيع الصواريخ. ولم يكن فقدان الأسلحة هو الدليل الوحيد على عجز داعش للمواجهة بالمعركة المرتقبة، بل كان تدمير الأنفاق والطرق الرئيسية الواصلة بين الحدود العراقية والسورية بعد تطويق الشرطة الاتحادية لحدود الموصل والقرى الواصلة بين تلعفر والموصل ضربة أخرى قاسمة، إذ أفادت مصادر محلية من قضاء تلعفر في العراق بقيام تنظيم داعش بإزالة كل ما يشير إلى مراكزه القيادية بعد توالي الضربات الجوية للتحالف الدولي واقتراب انطلاق العمليات العسكرية، بالإضافة لبدئه بحرق وثائقه المالية في قضاء تلعفر غرب الموصل، إذ أصدر التنظيم ما يسمى والي تلعفر أمرا لأفراد داعش بإحراق جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالتعاملات المالية للتنظيم في القضاء، وقد بدأت عملية الحرق بالفعل. وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد بأن أحد أبرز خطباء تنظيم داعش في قضاء تلعفر غرب الموصل ألمح إلى أن خطبته لهذا اليوم قد تكون الأخيرة. ومنذ ظهور داعش بالقضاء نجح آلاف المدنيين من الفرار من نيران داعش متجهين إلى المدن المجاورة، نظرا لعدم تمكن مسلحي التنظيم من فرض سيطرتهم على كل محافظة نينوى، بينما في الوقت الحالي تمكنت مجموعات كبيرة من النساء والأطفال على الفرار ما عدا 200,000 مدني لا يزالون عالقين في بعض المناطق. وحول الموضوع معنا عبر الهاتف من الموصل السيد هاشم البريفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى. سيد هاشم أهلا بك معنا. إذن إلى أين وصلت الاستعدادات البرية لبدء ساعة الصفر لتحرير قضاء تلعفر من احتلال داعش؟ وهل لديكم أي عدد تقريبي لأفراد داعش المتواجدين الآن داخل القضاء؟ أهلا بكم، مساء الخير. مساء الخير لمشاهدي هذه القناة. طبعا أحييكم. تأكيدا الاستعدادات اللوجستية والعسكرية تم بالكم استعدادها من ناحية العددية ومن ناحية التسليحية لهذه القوات من الفرقة الذهبية وأيضا فرقة 15 وأيضا الشرطة الاتحادية، إضافة إلى أكثر من 20,000 مقاتل من الحشد الشعبي. بداية كان هناك تطوير من قبل الحشد الشعبي لهذه القضاء، واليوم استعدادات كاملة لخوض هذه المعركة، وننتظر الكل إعلان ساعة الصفر ويكون الإعلام من قبل قائد عام القوات المسلحة دكتور حيدر العبادي بإطلاق هذه العملية. أي عدد تقريبي لأفراد داعش سيد هاشم داخل القضاء؟ نعم نعم نعم، هناك المعلومات تشير بأن هناك
أكثر من 2500 إلى 3000 مقاتل موجودين اليوم هم في تل أفر، وهذا ما تبقى من المقاتلين الذين هربوا من داخل موصل توجهوا إلى تل أفر، واليوم تنظيم داعش داخل تل أفر مركز لها بدلا من الموصل. نعم. سيد هاشم، القصف الجوي الذي يهدف إلى استنزاف داعش كما سمعنا في التقرير السابق، إلى أي حد أضعف قدرات التنظيم من حيث العدة والعديد على الأرض، وأيضا زعزعت معنويات ما تبقى من مقاتليه؟ لقدرت حضرتك عددهم بين 2500 إلى 3000. نعم، هذه القصف تأتي تمهيدا للبدء بالعملية. نعم، هناك معلومات تشير بأنه خسائر يعني كبيرة من صفوف داعش، وأيضا هناك يعني عدم الاستقرار بين مقرات يقومون بنقل المقرات، لديهم مقرات متنقلة أو وقتية، لا يمكن لديهم اليوم مقر ثابت أنه يكون مستهدف من قبل قوات التحالف، وهذا ما يزعزع من إمكانياتهم ويضعف إمكانياتهم. وأيضا أنا أعتقد بأنهم هم لا يستطيعون المقاومة ولن يستطيعون مقاومة هذا القوى أو الجيش العراقي والحشد. سيد هاشم، أنت تحدثنا عن من الناحية العسكرية والجغرافية، هل من المتوقع أن المعركة في تل أفر ستكون أسهل مما كانت عليه في الموصل، كون يعني جغرافيا هي ذات مساحات منبسطة أكثر مما عليه في الموصل وأصغر مساحة؟ أنا أعتقد يعني فعلا يكون أسهل من يعني من معركة الموصل، لأنه هم على قناعة بأنهم ما بقت لهم الموصل لن يبقى لهم تل أفر أيضا. ولكن أنا أعتقد أيضا من جانب آخر يكون هذا آخر معقل لهم سوف يقاومون، لكن ليس لديهم معنويات وليس لديهم إمدادات، ولهذا يكون حتى نفسيا لا يستطيعوا المقاومة. وحتى الناحية الجغرافية أو التخطيط العمراني لمدينة تل أفر يختلف عن مدينة الموصل خاصة القديمة، يعني الأزقة والأفرع يختلف في ما بين مدينتين تل أفر ومدينة الموصل القديمة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثنا من الموصل السيد هاشم البريفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى. بين إسبانيا وفنلندا، أعادت الهجمات الإرهابية في أوروبا تساؤلات حول كيفية إبقاء خطر الإرهاب بعيدا. يتزامن ذلك في حين يمثل المتطرفون العائدون من مناطق القتال في سوريا والعراق إلى أوروبا تهديدا أمنيا مباشرا تجلى في عدد من التفجيرات والهجمات، ويهم داعش أنصاره بتحقيق نصر بهجمات بائسة ينفذها أنصاره في أوروبا بينما يندحر في معقله في العالم. استنفار أمني تشهده وزارات الداخلية في أوروبا بعد ازدياد ملحوظ في عدد الهجمات الإرهابية، ففي ساعات فقط تعرضت إسبانيا وفنلندا لثلاث حوادث دهس وطعن قتل وأصيب فيها العشرات. برشلونة تصر أن تكون المدينة السياحية الهادئة، تملأ دوريات الشرطة الشوارع ضبطا لأي خلل أمني قد يحصل، وبحثا عن خيط قد يقودهم إلى منفذ هجوم الدهس أو أي خلايا إرهابية. هذا الهجوم الذي لم يفق بعض الإسبان من صدمته يعد الأول منذ عام 2009، إذ نجحت الشرطة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة بتفكيك خطط وهجمات وخلايا إرهابية قبل حدوثها، وهذا يفسر طبيعة المعادلة الأمنية التي تفيد بسهولة تخطيط وتنفيذ الهجوم في مقابل صعوبة منع الهجمات وضرب خطط الإرهاب. كيف نحمي مدننا من خطر الإرهابيين؟ سؤال بات يطرح في أروقة أجهزة الأمن الأوروبية وسط اعتراف ضمني بثغرات وسوء تنسيق حول قضايا الإرهاب أوروبيا. يأتي هذا كله وسط انتشار ما يسمى الإرهاب السهل والرخيص، كون الإرهابي لم يعد يحتاج سوى لمركبة تدهس المارة في مكان عام أو سكين يطعن فيه أكبر عدد ممكن من الأشخاص يلوذ بعدها بالفرار. وفق خبراء الأمن لا يمكن النظر إلى الهجمات الإرهابية هذه بمعزل عن ظاهرة المقاتلين الأجانب العائدين من مناطق احتلال داعش بعد هزائمه المتكررة في سوريا والعراق وليبيا. تقرير صدر مؤخرا عن معهد إلكانو الملكي للأبحاث في إسبانيا أشار إلى عودة نحو 1400 مقاتل سابق في تنظيمات متطرفة إلى نحو 12 دولة أوروبية، وتواجه حكومات هذه الدول انتقادات لعدم قدرتها على اعتقال هؤلاء العائدين بسبب قيود قانونية
تخص عدم وجود أدلة دامغة بشأن إثبات مشاركتهم في أعمال عنيفة بالشرق الأوسط، وهو ما يضعهم فقط تحت المراقبة التي لا تكون ناجحة أحياناً في إحباط أي هجوم محتمل. لا تنحصر الجهود الأمنية بمراقبة وتأهيل هؤلاء، بل يتعدى ذلك إلى مراقبة آلاف آخرين ممن تعاطفوا وتأثروا بالدعاية الإعلامية لداعش ليكونوا قنابل موقوتة لتنفيذ هجمات اصطلح تسميتها بهجمات الذئاب المنفردة. يبحث داعش إذن عما يعتبره نصراً في هجمات لا تتطلب حرفية في التنفيذ، لكن الوقائع والواقع وفق خبراء تقول عكس ذلك، وما هذه الهجمات إلا نتيجة طبيعية لانهيار معقل التنظيم وفروعه. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية عبر الهاتف السيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للدراسة. سيد جاسم أهلا بك معنا. إذا مع كل الإجراءات الأمنية المتخذة الآن في مطارات ومداخل الدول الغربية، ما يزال الموالون لداعش العائدون من سوريا والعراق مثلا إلى تلك الدول يتمكنون من المرور والدخول دون عقبات والقيام بهجمات إرهابية، إلى ماذا تعزون ذلك؟ هذا يعكس بأن هذه الجماعات المتطرفة وخاصة تنظيم داعش له قدرة على التحرك عبر الحدود بسبب عدد الجنسيات الموجودة داخل هذا التنظيم، إضافة إلى أن هذا التنظيم أيضا من التنظيمات الذكية، يعني له خبرة استخباراتية في استخدام الوثائق وتزوير الوثائق وكذلك يعني الالتفاف حول القوانين التي تفرضها أو المراقبة التي تفرضها أجهزة الاستخبارات، يعني فلذلك نلاحظ أنه عودة هؤلاء ربما لا تكون مباشرة إلى أوطانهم وإنما يسلكون الدول ومعابر حدودية بشكل غير مباشر للعودة، فإذا من الصعوبة رفض هذه الجماعات بسبب الوثائق المزورة وخبرات هؤلاء في الالتفاف على القوانين. نعم. طيب، بالإضافة إلى الوثائق المزورة والأسباب اللي ذكرتها حضرتك سيد جاسم، أغلب الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم كشفت التحقيقات الاستخباراتية وجود ملفات إجرامية إرهابية سابقة لديهم، كيف تنظرون إلى ذلك؟ هل تجدون أن هناك مثلا تماهل في متابعة هؤلاء من قبل السلطات طبعا في تلك الدول؟ هنالك نقص من قبل السلطات في متابعة ورفع المطلوبين في السجل الجنائي والسجل الإرهابي، إضافة إلى ذلك هنالك فجوة داخل دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا بأنها لا تربط ما بين السجل الإرهاب والسجل الجنائي، برغم أن هنالك منصات افتراضية بدأت تشغلها المفوضية الأوروبية لربط هذه السجلات الإرهاب والسجل الجنائي، يمكن الدول الأعضاء على الدخول على البيانات، لكن للأسف ما زالت هي غير كافية، فلذلك نلاحظ أنه عدد من المتورطين هم من أصحاب السجل الجنائي، لكن أجد أنه في حادثة برشلونة وهم لا يوجد لديهم سجل جنائي، وهذه خطوة أو تكتيك جديد بدأ يتبعه تنظيم داعش للإفلات من المراقبة والرصد. نعم. سيد جاسم، في هجوم بولندا أحد المشتبه بهم مغربي عمره 18 عام، كشفت التحقيقات أنه لم يسافر إلى أي دولة يتواجد فيها أفراد داعش، برأيكم كيف يتم التواصل من خارج البلاد والتغرير بضعاف النفوس وكيف يمكن التصدي لذلك؟ هنالك خيارين للتنظيم، أما من خلال الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التجديد، وهنالك ايضا من يتم تجديده ايضا عبر وسيط موجود على الارض سواء كان في هذه الدوله او دوله اخرى، يتم تجديده ويتم الاتفاق. اما موضوع الحصول على التقنيه والتدريب، هذه العمليات مثل ما جاء في تقريركم انه لا يحتاج الى التدريب، مثل ما وصفتوا بانه هو ارهاب رفيق لا يحتاج الى التكين والمداهمات او عمليات دهس العجلات. فاذا الدعاية المتطرفة وكذلك من خلال وسيط، ما عدا هنالك خيار ثالث هي الذئاب المنفردة التي لا تكون مرتبطة بالتنظيم ولا تكون عمليات من وحي.
سيد جازم اعذرني في دقيقة من الوقت، نعود إلى ذات السؤال الذي طرح ضمن التقرير الذي عرضناه، كيف يمكن إبقاء خطر الإرهاب بعيد في ظل انتشار الإرهاب السهل أو الرخيص كما يسمى الذي لا يحتاج فيه الإرهابي إلى أدوات أو معدات تثير الشكوك بنواياه الإرهابية مثلا قيادة سيارة؟ هذا النوع من العمليات لا يمكن إيقافه، هنالك إجماع لدى جميع أجهزة الاستخبارات بأنها لا يمكن التسهل بهذه العمليات ولا يمكن إيقافها، فإذا هذا السيناريو وهذه العمليات ممكن أن تتكرر، وجد أن تنظيم داعش راهن على هذا النوع من العمليات وممكن أن تشهد تصاعد خلال هذه الفترة. نعم. شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينة بون الألمانية عبر الهاتف السيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي للدراسات. مشاهدينا أدعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من برنامج أكثر من عنوان الذي يأتيكم اليوم السبت الساعة 9 بتوقيت السعودية، وتتحدث الحلقة بشكل مفصل عن اعتماد جماعة بوكو حرام على النساء والأطفال في تنفيذ الهجمات الانتحارية. إذن استديو الآن مستمر مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. يحيي العالم اليوم العالمي للعمل الإنساني 2017 تحت شعار لست هدفا، إذ تتسبب الصراعات بخسائر فادحة على لقمة عيشهم في كل أنحاء العالم، ويجد ملايين المدنيين أنفسهم محاصرين ومجبرين على الاختباء بسبب الحروب التي ليس لهم فيها يد. التقرير التالي والتفاصيل. My innocence is not your weapon. My city is not a battlefield. لست هدفاً شعار اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، والذي جاء للتأكيد على أن المدنيين ليسوا أهدافاً، والتعريف بأولئك الذين هم أشد ضعفاً في مناطق الحروب، ومطالبة قادة العالم ببذل ما في طاقتهم لحماية المدنيين في الصراعات. حروب مشتعلة وكوارث تضرب أجزاء واسعة من الأرض، وملايين المدنيين العزل يكافحون كل يوم للعثور على الغذاء والماء والمأوى الآمن، فحولتهم الصراعات إلى أهداف عسكرية ودمرت كل مواردهم وممتلكاتهم وتركتهم يصارعون الموت. فالأزمات أيضا حولت العاملين في المجال الإنساني والطبي إلى أهداف مباشرة، ومنعتهم من تقديم الإغاثة والرعاية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سخرت أغلب جهودها للحفاظ على حياة الإنسان وحقه في العيش أقرت يوم 19 من آب أغسطس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو مخصص للاعتراف بمجهودات العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم المساعدات الإنسانية. تقارير الأمم المتحدة كشفت أنه في جميع أنحاء العالم يعمل عمال الإغاثة الإنسانية في بيئات خطيرة وصعبة، فعلى مدى السنوات 20 الماضية تعرض للهجمات 4132 من عمال الإغاثة، وفي سنة 2016 قتل 91 من عمال الإغاثة، وأصيب 88 شخصا، و73 خطفوا أثناء تأدية واجبهم. وقد وقعت معظم هذه الهجمات في 5 بلدان، وهي جنوب السودان وأفغانستان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. تلك الأخطار أثرت من جانبها على سير العمل الإنساني خاصة في مناطق الصراع، فبحسب تقرير جديد للأمم المتحدة بعنوان البقاء وتقديم المساعدة، فإن عددا قليلا فقط من منظمات الإغاثة يتمكن من مواصلة العمل ومساعدة المستضعفين في مناطق الصراع. العاملون في مجال تقديم المساعدات بذلوا أرواحهم وأنفسهم من أجل تقديم العون إلى من هو متضرر حول العالم، والانتهاكات التي تقع بحقهم هي جريمة ضد الإنسانية، فتعريض العاملين في مجالات الإغاثة للخطر لا ينتهك حقوقهم فحسب، بل يشكل ذلك تهديدا لحياة الملايين من الناس الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية لبقائهم على قيد الحياة.
ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف من عمان مسؤولة السياسات في مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة شادن خلاف. سيدة شادن أهلا بك معنا. ما حجم الخطر الذي يحدق بالأشخاص العاملين في المجال الإنساني في ظل الظروف الحالية من صراعات وإنعكاساتها عليهم؟ طبعا مخاطر كبيرة جدا وواسعة جدا، وحضرتك أكيد هتذكري أن اليوم العالمي الإنساني أصلا حدد أو يعني اختير هذا اليوم بعد الاعتداء الشديد اللي تم على مكتب الأمم المتحدة في العراق في بغداد في عام 2003، واللي تم فيه الاعتداء ووفاة يعني الاعتداء على المكتب ووفاة 22 من موظفي المنظمة ووفاة الممثل الخاص للأمين العام في هذا الحين سيد سيرجيو فييرا دي ميلو. فده كان الحقيقة يوم يعني كارثي طبعا بالنسبة للمنظمة، ووضح لكل العاملين في المجال أكثر مما كان يعني واضح قد أهمية يعني إعطاء هذا اليوم أهميته. نعم. والحفاظ على يعني سلامة العاملين في المجال الإنساني. سيدة شادن، أيضا إلى أي حد تلك الأخطار أثرت على سير العمل الإنساني خاصة في مناطق الصراع وعدم إيصال المساعدات إلى محتاجيها في تلك المناطق؟ نعم طبعا مخاطر أيضا كبيرة جدا على المفروض يعني الهاربين من النزاعات المسلحة والمتضررين منها. وطبعا احنا عارفين ان في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامة النزاعات للأسف يعني منتشرة، وهناك أخطار كبيرة في عدم القدرة على توصيل المساعدات إليهم على القائمين على العمل الإنساني وعلى الجهات اللي المفروض تقوم بتقديم الخدمات الصحية التعليمية المعيشية الأساسية أو يعني المكونات الأساسية للحياة، إذا ما قدرناش نقدمها لهم في وقت مناسب عن طريق الوصول إليهم، وهم في كثير من الأحيان بيكونوا في مناطق صعب الوصول إليها أو في عوائق بتمنع العاملين الإنسانيين من الوصول إليهم، ده طبعا بشكل خطر كبير على حياتهم. سيدة شادن، إلى ماذا يحتاج العالم اليوم لحماية عمال الإغاثة في جميع الدول التي فيها صراعات والأقل؟ نعم طبعا حضرتك على علم أن هذا العام تم اختيار شعار وهو لست هدفا not a target باللغة الإنجليزية لليوم العالمي للعمل الإنساني، وده بيشمل العاملين بالمجال الإنساني وأيضا المدنيين اللي هم المتضررين الأكبر من النزاعات. ومن المهم اللي احنا نشير يعني ننوه عنه هو أن يجب أن يجتمع الشركاء في المجال الإنساني للتأكيد على أن المدنيين الذين يتعرضون للصراع ليسوا هدفا، ويجب كلنا أن نبهر بأصواتنا من خلال الانضمام للحملات طلب الحماية للمدنيين أو العمل جميعا في عريضة دولية. مثلا ممكن نشجع السادة المشاهدين أن هم ينضموا إليها ويسندوا العاملين في المجال الإنساني أن هم يقدموا الخدمات الأساسية للمدنيين اللي هم ليسوا أهدافا في الصراع أو يجب أن لا يكونوا أهدافا في الصراع. إذن نحن ندعو أيضاً للتضامن باليوم العالمي هذا. إذن شكراً جزيلاً لك، حدثتنا عبر الهاتف من عمان مسؤولة السياسات في مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة شادن خلاف. أيضاً احتفلت دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني مؤكدة التزامها ومسؤوليتها لتخفيف المعاناة البشرية والمضي قدما في النهج الذي اختطته من أجل حشد الدعم وتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين من ضحايا النزاعات والكوارث. وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قائلا إن العمل الإنساني جزء من تاريخ الإمارات وقيمها ممتد من زايد الخير حتى اليوم، فيما غردت نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قائلة في اليوم العالمي
للعمل الإنساني نفتخر ونعتز بقيادة حملة راية زايد الخير لترسيخ مكانة دولة الإمارات عالميا في العطاء ومد يد العون. كما احتفلت مصر باليوم العالمي للعمل الإنساني، مراسلنا في القاهرة رمضان المطعني تابع فعاليات هذا الاحتفال وعاد بالتقرير التالي. لمن لديهم القدرة على العطاء، هناك من يعمل من أجل الإنسانية بغرض إنقاذ حياة، فبألوانهم المميزة يعرفون. محمد عبد الله قضى نحو 20 عاما في أعمال الإغاثة بالهلال الأحمر المصرية، وما زال يقدم هو وفرق الهلال الأحمر أعمالا إنسانية وإن كانت هناك بعض الصعوبات. رسالتي إنسانية، أنا جاي أقدم دور إنساني، جاي أخدم المواطنين، إنما لو ما عرفتش نفسك وعرفت الدور بتاعك هيكون في صعوبات جامدة جدا جدا ممكن تؤدي إلى التعدي عليه. الهلال الأحمر المصري ينقسم إلى عدة فرق، من بينها الدعم النفسي والاجتماعي الذي يظهر عند وقوع الكارثة التي تشكل ضغطا إضافيا على من يقدم هذا الدعم. بيبقى عيب عليك ان انت قادر عايز تقدم خدمة سليمة للمتضرر وفي نفس الوقت انت عايز تطلع من الموضوع سليم. على المبادئ السبعة يستمر الهلال الأحمر من خلالها لتقديم خدماته، وهي العالمية والوحدة والتطوع والاستقلالية والحياد وعدم التحيز والإنسانية. مهمتهم غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر خاصة في مناطق النزاع، ولكن لسان حالهم هذا العام يقول: تذكر بأنني لست هدفا، فأنا خادم الإنسانية التي من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لست هدفا، شعار رفعته هذا العام حملة اليوم العالمي للعمل الإنسانية نظرا للمخاطر الجمة التي تصيب المدنيين وأفراد الإغاثة في مناطق النزاع، والتي تتنوع بين استهداف سيارات الإسعاف والخطف والتهديد بالقتل. هي دعوة للجميع، دعوة للمجتمع لأن يناصر المتطوعين وأن يناصر العاملين في العمل الإنساني بأنهم يقفوا بجانبهم في أن لا يكونوا هدفا. هي أنه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر خلال هذا العام فقط حتى الآن فقدت ما يقرب من 25 متطوع على مستوى العالم. منذ قرابة 6 سنوات قامت اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر بإجراء حصر في 16 دولة لاستبيان الاعتداءات المباشرة التي استهدفت أفراد الإغاثة الإنسانية وقدرت بالمئات. في حالات كتير ممكن توصل إلى أضعاف لم يتم حصرها. الاعتداءات ما بين إعاقة، ما بين اعتداء بدني، تهديدات. في 19 من كل عام اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا للاحتفال بيوم العمل الإنساني، فذلك اليوم عام 2003 ضرب هجوم إرهابي مقر الأمم المتحدة في بغداد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، وكان ممن قتلوا في ذلك اليوم كبير ممثل الأمم المتحدة. لأخبار الآن، رمضان المطعني، القاهرة. استوديو الآن مستمر مشاهدينا ونتابع فيه أيضا: صناعة النحاس في ليبيا فن مهدد بالاندثار. أحييكم من جديد. قبل سنوات كثيرة نشط عدد من الحرفيين في مجال صناعة التحف والأواني بسوق القزداء الذي يقع وسط مدينة طرابلس. هذا السوق الذي ما يزال يستقبل زبائنه اليوم رغم الظروف الصعبة التي يعانيها الحرفيون العاملون فيه. يعد ما يعرف بسوق القزدار من أبرز وجهات ومعالم المدينة القديمة بالعاصمة الليبية طرابلس، فهنا يمكنك أن تجد التحف والأواني والصفر والأطقم النحاسية والفضية. هذا السوق العريق الذي يعود تاريخه للعهد العثماني مهدد اليوم بالزوال، ذلك بعد تغيير العديد من محاله لنشاطاتهم إلى نشاط بيع العملة الأكثر ربحا، تاركين تلك الحرفة اليدوية لعدد قليل من المحال التي لازالت تقاوم الظروف الصعبة. عائلة حايسي تعد من العائلات التي توارث أبناؤها هذه الحرفة. تحدثنا مع ابنها عادل عن بعض تلك الصعوبات. يعني واحد من الناس لو استمرت الوضع بهالطريقة هذه حجي يوم من الأيام تبحث على عائلة حايسي أو أي عائلة موجودة في السوق هدايا يقول لك غير نشاطها في جهة أخرى أو
للاسف الشديد احنا قلناها قبل، احنا نبغى نستمر ونبغى نورثوا المهنه هذه لابنائنا والاجيال القادمه، لكن للاسف نطرق في الابواب وما نسمعوش في اي جواب. عدم الاهتمام الحكومي بتشجيع أصحاب هذه الحرف بتقديم التسهيلات اللازمة وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، عوامل كثيرة يشكو منها الحرفيون هنا ويناشدون الدولة لوضع الحلول لها قبل أن تندثر هذه الحرف ويجبر القائمون عليها لممارسة نشاطات أخرى. نعاني طبعا من مشاكل أخرى اللي هي عدم الاستقرار الحرفي داخل السوق بسبب دخول حرف أخرى أو مش حرف، نحن نقول نشاطات جهات الاختصاص اللي موجودة في الدولة ما هيش مهتمة بهالحرفة هذه بالدرجة الأولى من خوف من انعدامها. للأسف احنا لاحظنا خلال هالست سنوات الماضية هذه زاد السوء أسوأ بالنسبة للحرفة هذه من نزوح الحرفيين بنقص المادة الخام بارتفاع الأسعار. ظروف كثيرة هي تلك التي تحيط بأصحاب هذه المهن، إلا أن قليلا منهم لا زالوا يجتهدون للإبقاء على هذه الحرفة، لعل جهات الاختصاص تستشعر في الغد الخطر الذي يداهمها اليوم. معتز الخريف لأخبار الآن، طرابلس. في أخبارنا الصحية، بينت دراسة حديثة أن تناول الإنسان للطعام أكثر من حاجته قد يضاعف من خطر فقدان الذاكرة والضعف الإدراكي. الدراسة التي نشرتها مجلة مرض ألزهايمر Journal of Alzheimer's Disease كشفت عن وجود صلة بين تناول السعرات الحرارية العالية في وجبات الطعام وبين ضعف الإدراك. وأظهر البحث أن أولئك الذين يتناولون أكثر من 2143 سعرة حرارية في اليوم يتعرضون لخطر الضعف الإدراكي بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات أكثر اعتدالا من المواد الغذائية. حذر دراسة بريطانية حديثة أجريت في جامعة أكسفورد البريطانية من أن التدخين يزيد من خطر إصابة كبار السن بالضعف البدني بالمقارنة بغير المدخنين أو من أقلعوا عن التدخين. وذكر الباحثون أن هناك أخطارا إضافية للتدخين، إذ أنه يرفع خطر الإصابة بعدد من الأمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن ومرض القلب التاجي والسكتة الدماغية، كما يمكن أن يسبب آثارا سلبية على صحة الأشخاص الجسدية والنفسية والاجتماعية. والآن إلى جولة مع الأخبار الرياضية. رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عرضا ثالثا بقيمة 125 مليون يورو من برشلونة لضم لاعب الوسط البرازيلي كونتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية. وكان النادي قد ذكر من قبل أن كونتينيو ليس للبيع، ولكن اللاعب قدم طلبا رسميا بالرحيل عن الفريق الأسبوع الماضي، ورفض ليفربول العرض على الفور وفقا لما ذكرته صحيفة The Guardian. وخبرنا الأخير أيضا من عالم الرياضة، إذ استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لواحد خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من منافسات المسابقة. وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولاس شول، وأضاف كويرنتين توليسيو الهدف الثاني لبايرن ميونخ قبل أن يعزز روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بالهدف الثالث لبايرن من ركلة جزاء، واستطاع أدمير محمدي أن يقلص الفارق للفايركوزن بتسجيله هدفا بالدقيقة 65. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة استوديو الآن. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا دائما ابقوا معنا.